الناس كلها بتصور وتقول لك في كاميرا، الناس كلها جريت، فكله كان خايف ان هو يفتح يشوف فيه. فانا جريت لبرميل اللي هو بتاع المؤاخذه الباسكت، برميل صعب يعني، حديد مفتوح من الناحيتين. قلت لو مسقطه جواها هيمنع الضغطه بتاعتها ولا حاجه. فبقرب من ناحيته كده لقيت باترمان، مش باترمان البلاستيك ده، وغطا بلاستيك في سلكتين طالعين منه كده، تليفون ومسامير وازاز، كان في حاجات كتير قوي بصراحه يعني. في تليفون الحمد لله ربنا سترها يعني. انت شفتوش مين اللي حطها؟ عملت الاجراء، ايه الاجراء اللي خدته بعد ما شفت الكلام ده؟ يعني عملت ايه بعد ما شفت؟ بقيت امشي الناس بعيد، وحددنا الناس مكانهم بعيد، وقفنا الطريق، قفلنا الطريق كله. العربيات جت بتطلع اصلا من هنا، وهي كانت جنب السرير، فقفلنا الطريق كله طبعا. كلمت حد من الشرطه بس عشان يجي. وصل كل قد ايه؟ ايه مفيش بصراحه، مفيش بامانه. مش الاسم جنبينا، اسم كذا، انا تبع اسمي. شفتوا اللي حطوا القنبله دي؟ لا 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 لا، هم في ناس بتقول ان واحده الست اللي رمت البرطمان. لا 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 حرام، انا مشفتش حد. لا لا لا، اصل عمرك بص، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، عمري ما اشوف حد بيشوف شنطه وهسيبه وامشي. لا خد يا عم. طب هو البرطمان ده كان محطوط جوه شنطه ولا ايه؟ هو ثلاث شنط. ثلاث شنط لونهم ايه؟ شنطه بيضاء وشنطه سمراء وشنطه وشكاره بتاعت اللي هي بيحطوا فيها الاسمنت، اللي هي الشكاره اللي هي بيحطوا فيها الزيت الاسمنت، الرمله اللي بيشيلوا فيها الرمل والدقيق والحاجات دي، هي دي. تمام. بس هو انت لما فتحت الشنط لقيت ايه بالظبط؟ لقيت باترمان، مش باترمان بلاستيك، باترمان كبير وبيتقفل بغطا من فوق، وطالع له سلكتين من فوق. والسلكتين دول متوصلين باي حاجه؟ لا لا لا، السلكتين واقفين كده. واقفين كده. لا ما شفتش التليفون عشان ما فيش عليه، بس السلكتين واقفين كده. تمام. بس وربنا يستر يا رب. والخبراء المفرقعات جم عملوا، بصراحه ما كملوش، بصراحه ما كملوش ربع ساعه، فككوها. ضربت بس بصوت بالراحه، وجابوا كلاب وشمت حواليها وكده.